السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، يا اهلا وسهلا. الان وقت المبيت، الامهات دخلناهم من هناك، هذول الصغار الموقع هذا عندنا مكشوف، لازم ندخل الصغار هذول عند امهاتهم. الصغار اللي كانوا موجودين هنا لازم يدخلون في الغرف الداخلية او المحاجر الداخلية ويقفل عليهم. شوفوا الان هذه وعيالها هنا، والثانية ايضا هنا هي وعيالها، والان راح ندخل مجموعة هذه. الان يرضعون، بعد الرضاعة راح يدخلون المجموعة كاملة للداخل ونقفل عليهم بالبلاستيك هذا. هذا يوجد عند محلات بيع الأشرعة، أعتقد مترين في مش عارف 40 متر، يعني عرضه مترين في طول 40 متر، بالإمكان تستخدمه بالطول أو بالعرض حسب الشيء اللي يناسبك. احنا بعد ما ندخلهم الباب الحديد هذا عليهم، راح تنزل الستارة هذه وتقفل عليهم بإذن الله أنهم يدفون. درجات الحرارة عندنا اليوم الصباح في الرياض 10 درجات مئوية، وقادم الأيام سوف تبرد أكثر. أيضا احنا مش داخل المدينة، يعني لا، احنا في أطراف مدينة الرياض في العمارية، فلذلك درجات الحرارة راح تكون أبرد من المعتاد. صح يا عنزتي، يعني هي مؤيدة الأفكار ومؤيدة الكلام وكل شيء. هوليود عندك تعليقات حول الموضوع؟ لا زال عندها تورم في الديس أو الضرح، احنا شغالين عليها وعلى الله. الآن راح نبدأ ننزل بلاستيك هذا علشان يقفل عليهم يدفون بالداخل، والبلاستيك اللي في الخارج يبقون المجموعة هنا كلهم، هذولاك كلهم راح يدخلون هنا. طبعا لما نقفل بالبلاستيك عندنا الماعز يأكلون البلاستيك فهم مزعجين، يعني انتم شايفين هذه الأشياء مزعجة، لذلك الفيبر والشينكو جيدة، واحيانا يرفع عنهم ما يكون على مستواهم، يعني اللي هنا ماعز صغيره ولذلك ما تطول البلاستيك، فلذلك تشوفونه سليم تمام. لحد ما نجي لهنا الكبار ممكن يبدون ياكلون في هذا. شوفوا الوضع من الداخل، من هنا ظلمه. السيد قفزه واخوانه بيجون هنا ويجلسون. الله يشقتك يا عتريس، ممتازة. أقصد الفيلا تبعك يا عتريس ممتازة، الله يبارك لنا ولك، الله يبارك فيك ويعطينا خيرك ويكفينا شرك، اللهم آمين. هذه المعالف تحتاج لها إعادة نظر.